ملهاش ملكة. ست اتمسكت متلبسة والحرز كبير. وده سلاح مش مخدرات عشان نبدله. الضابط عامل محضر ما يخرش المية. يعني مش هنعرف نخرجها من الحدوتة ديت ونخلي حد تاني يشيل مكانها. ايوه بس اكيد تقدر تحلها يا بيه يعني. صعب. مستحيل. انا حذرتك قبل كده وقلت لك ان في حد من رجالتك ريحته زفرة. وانت ما سمعتش كلامي. مش بس كده. قلت لك خلي بالك. وانت ركبت دماغك. انا خدت بالي يا هاني بيه. وعملت خطة تخلي الحكومة ما تعرفش مكان التسليم الحقيقي. بس عرفت الزغبي بعد الخطة البديلة. زغبي؟ عين الحكومة في وسط رجالتك. طب ولا مؤاخذة يا بيه ما قلتليش الكلام ده في التليفون ليه؟ ما كانش حصل اللي حصل. مفيش كلمة بتخرج من بقي من غير حساب. عندك دليل يا بيه؟ لو عاوز دليل هو الوحيد اللي هرب من الداخلية. مش بس كده. امسك. ده رقم حساب الزغب التاني في البنك. دخله 1,000,000 جنيه في حسابه من الاتكاوي. تمن تسليم الشحنة للبوليس. صقر. السوق ما بقاش مستحمل 2 تقال زيك انت والاتكاوي. يا تتصالحوا يا واحد بس اللي هيفضل. ايه يا بهايم اللي انتوا عملتوه ده؟ هو اللي ما كانش عايز يجي معانا وكمان حاول يهرب مننا. منديل قال يا زغبي ما كنتش عايز تيجي تشوفني. طب يا اخي ده انا فرحت لما عرفت انك الوحيد اللي ما قبضتش عليه الحكومه. ما هو ولا الحكومه قالت لك اخفي واظهر ساعه الجلسه عشان تشهد على ستك مشيئه؟ لا يا معلم صقر انا ماليش دعوه بالحكومه. مالكش دعوه بالحكومه؟ امال ليك دعوه بمين؟ بالتكاوي اللي بعتني عشانه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. ابيعك ليه يا معلم صقر؟ انا لحم اكتفي من خيرك انت والست مشيئه. يبقى ابيعك ليه؟ عشان نجس وخاين وعضيت اليد اللي اتمدت لك ولمتك من الشارع. والله ما حصل يا معلم صقر. طب والمليون جنيه اللي حولهم لحسابك تبيعني بمليون؟ والمين ده الاتكاوي؟ انت عارف الاتكاوي دفع فيك كام؟ ولا جنيه. اهو سلمك وباعك. ابوس رجلك يا معلم صقر. والله العظيم انا كل يوم ندمان على اللي انا عملته وكل يوم افكر اجي اقول لك سامحنا يا معلم. الله يخليك. ارحمني لله عشان عيالي يا معلم صقر. ربنا يطمنك على الست مشيئه. ارحمني لله يا معلم ده انا اخوك زومبي. عيالك كفاياهم المليون جنيه بتوع الاتكاوي وانا اللي هوريك نار ربنا على الارض.